تحت كلمة حرف الضاد ضمير صالح. كلمة ضمير صالح دي استخدمها بولس الرسول وهو بيدافع عن نفسه في أعمال 23، وهو واقف يتحاكم. تفرس بولس في المجمع وقال: أيها الرجال الإخوة، إني بكل ضمير صالح قد عشت لله إلى هذا اليوم. إذن كلمة الضمير الصالح دي كلمة كتابية وقالها القديس بولس، وفي نفس الوقت هتلاقوها مرة تاني في رسالته لتيموساوس الأولى أول إصحاح عدد 19، يقول: ولك إيمان وضمير صالح الذي إذ رفضه قوم انكسرت بهم السفينة من جهة الإيمان أيضا. يبقى قال لازم مع الإيمان يكون في ضمير صالح. في نفس الإصحاح عدد 5 يقول: وأما غاية الوصية فهي المحبة من قلب طاهر وضمير صالح وإيمان بلا رياء. في نفس الرسالة في إصحاح 3 يقول: لهم سر الإيمان بضمير طاهر. في ناس تسأل: هو الضمير غير الروح القدس؟ طبعا الضمير غير الروح القدس، لأن الضمير موجود في كل البشر. الروح القدس لم يسكن في كل البشر. الروح القدس في عهد النعمة في العهد الجديد بيسكن في الإنسان اللي آمن بالمسيح وتعمد وخد عطية الروح القدس، والروح القدس يقدس ضميره. لكن في ضمير عند غير المؤمنين، وده اللي هيقوله بولس في وقت دلوقتي. لكن الضمير ذاته في المسيحي يتقدس بالروح القدس، فيبقى اسمه ضمير صالح. لأن ممكن الضمير يتغش، ممكن الضمير يبقى مشوش أو مشوه. أديكم مثلا، لو واحد عايش في بيئة كل الناس بتكذب والكذب شطارة، ساعة ما يكذب ضميره يتعبه ولا يبقى فرحان؟ بما أن الكذب شطارة وكل الناس بتكذب، أصبح الكذب هنا بالنسبة له شطارة، فضميره مش هيتعبه، بالعكس هيبقى سعيد جدا وهو بيكذب لأنه عمل حاجة كويس. هنا الضمير حصل له إيه؟ الضمير اتلخبط، لأنه اتظبط على معتقد غير سليم. الناس قالت الكذب صح، خلاص هو اتربى على كده. لو واحد متربي على أنه الظلم شطارة أو جدعنة، يوم ما يظلم ضميره مش هينقح عليه ولا يتعبه. أما الضمير الصالح اللي هو ماشي حسب ناموس الله، حسب إرادة الله، اللي في العهد الجديد مقدس بالروح القدس، ده لو الدنيا كلها كذبت هو ما يقدرش يكذب، ولو وقع وكذب ضميره يتعبه جدا لأنه ضمير صالح. لو ضميره تعبه يبقى واضح ان في حاجة غلط بيعملها، حتى لو الناس كلها بتعملها والناس كلها مرتاحة له. يبقى واضح ان في فرق بين ضمير انسان غير مؤمن وضمير انسان مؤمن. الانسان المسيحي ضميره مختلف، هو انسان عادي له ضمير، لكن ضميره دلوقتي ايه؟ مقيد بروح الله، منقاد لروح الله، مقدس بروح الله، مرتبط بوصية المسيح. ناخد بعض الآيات عشان نشوف جت فين الضمير في الكتاب، لأن كلمة ضمير جت كتير. أولا جت في العهد القديم أساسا في أسفار الحكمة، يشوع بن سيراخ وسفر الحكمة، وما جتش كتير. لكن مثلا جت في سيراخ 20 يقول: رب إنسان يمنع إقلاله عن الخطية وفي راحته لا ينخص ضميره. يعني الإنسان لما يقلل خطاياه يبقى ضميره مرتاح لأنه مش بينخسه. فإذا يشوع بن سيراخ استخدم كلمة نخس الضمير مع واحد بيقلل خطاياه، لما يتحاشى الخطية نقح ضميره بيقل، وده كلام منطقي. أما مع قديس بولس الرسول ففي أعمال 24 في العهد الجديد بقى كلمة ضمير تيجي أكتر، بالذات في رسائل بولس الرسول. أعمال 24:16 يقول إيه؟ لذلك أنا أيضا أدرب نفسي ليكون لي دائما ضمير بلا عثرة من نحو الله والناس. ودي آية مهمة، لأنه حط كلمة أدرب نفسي مع كلمة الضمير. إذا واضح أن الضمير يتشكل بالتدريب. أديكم مثل، في واحد كان يقعد يتريق على الناس وضميره مرتاح ولا يعتبرها خطية، سمع وعظات عن عفة اللسان
وإن كل كلمة بطالة نعطى عنها حسابا. ابتدى يدرب نفسه إنه ياخد باله من كلامه، فبقى حتى لو قال كلمة زيادة تلاقي ضميره إيه، ينخس أو يتضايق من نفسه. مرة في مرة بسبب التدريب هذا الضمير أصبح حساس، مش هيسمح له يقول كلمة زيادة أبدا. يبقى أدرب نفسي ليكون لي ضمير صالح أو ضمير بلا عثرة، يبقى ضميره مش ماسك عليه غلطة، يبقى ضميره مرتاح. عارفين تعبير واحد ضميره مرتاح؟ يعني بيعمل حاجة وحاسس ما فيهاش غلط. ده لأنه بالروح القدس بالصلاة بوصية ربنا بيتدرب أن ينقي ضميره. في واحد يزعل واحد وتلاقوه يقول لك أنا مالي، هو اللي بيزعل من الهوا. تلاقي واحد تاني ضميره حساس لأنه متدرب، فمدرب نفسه على وصايا المحبة، لا يحتمل أنه يسيب اليوم يعدي وفي حد زعلان منه. ضمير بلا عثرة، فضميره يفضل يشد عليه لغاية ما يروح يصالح أخوه. يبقى هنا دي عاوزة تدريب. يبقى واضح أنه نقاوة الضمير أو الضمير الصالح هي نعمة الروح القدس، لكن تحتاج إلى جهاد الإنسان أو تدريب من الإنسان. هنا كمان القديس بولس في أعمال 24 يقول ليكون لي ضمير بلا عثرة من نحو الله والناس. لأنه الضمير من نحو الله هو أنت صليت بأمانة، ضميرك مرتاح على الصلاة دي، ولا طول الصلاة كنت سرحان؟ طب إزاي ضميرك ساكت عليك؟ هو أنت لما طلعت العشور خنصرت منها شوية؟ طب ضميرك ساكت عليك إزاي؟ لو أنت بتدرب نفسك كنت هتضمنك دلوقتي بتدي أكتر من العشور. وإذا ضمير نحو الله يعني في علاقتك بربنا ضميرك بلا عثرة بيتدرب عشان كل حاجة تتعامل ناحية ربنا بأمانة. وضمير بلا عثرة من نحو الناس يعني حياتك مع الناس ما فيهاش غلط. إذا الموضوع مش مستحيل، بس عاوز إيه؟ أدرب نفسي. يبقى القديس بولس كشف هذا السر في حياته الشخصية وقال أنا عايش في تدريب مستمر، أنا واقف لنفسي عشان يكون لي ضمير بلا عثرة من نحو الله والناس. تعبير آخر اتكلم فيه بولس الرسول، وده يفتح علينا موضوع مهم وسؤال بيتكرر من ناس كتير. الناس اللي عايشة بضميرها، هو مش ربنا يحاسبهم على قد ضميرهم وخلاص؟ طبعا الجزئية دي لازم نفهمها كمسيحيين، لأن في ناس بتاخدها بتطرف يميني أو يساري. تعالوا نشوف الآية اللي بولس قالها في الحتة دي. في رومية 2:15 بيقول، بيكلم عن ناس لا ناموس لهم، ما عرفوش ربنا، ما حدش كلمهم عن ربنا في العهد القديم، ما كانوش يهود ولا عندهم أنبياء ولا عندهم شريعة. فبيقول يظهرون عمل الناموس مكتوبا في قلوبهم شاهدا أيضا ضميرهم وأفكارهم فيما بينها مشتكية أو محتجة. يعني إيه؟ لما قال في ناس هم ناموس لأنفسهم، يعني إيه؟ يعني قبل ما يعرفوا المسيح في ناس ضميرها الطبيعي أو ما نسميه الناموس الطبيعي، يوم ما بيظلم تلاقي ضميره تعبه، هو ما يعرفش الظلم خطية حسب الشريعة بس ما استلمش شريعة ومحدش قال له عن ربنا الحقيقي، فهو على قد بدائيته في ضمير اللي هو واخده نسمة من الله، لأن الإنسان صورة الله ومثاله، نفخ فيه الله فصار نفسا حيا. بسبب هذه النسمة في كده برنامج داخل كل إنسان صح وغلط، برنامج ده قادر أنه يدخل عليه الفيروس بتاع الشر ويتغير، فيبقى كل الغلط صح والصح غلط ممكن. لكن الإنسان الطبيعي اللي ماشي على ضميره البدائي، هنا تعبير بولس يقول يظهرون عمل الناموس مكتوبا في قلوبهم. يعني ايه؟ وكأن ربنا اللي نزل الناموس لليهود كاتب نفس الناموس على قلوب الناس البسطاء في الأمم، فضميرهم بيشتكي أو بيحتج عليهم ساعة ما بيعملوا حاجة غلط وكأن عندهم ناموس. هما ما عندهمش ناموس منزل شريعة معلنة، لكن عندهم ناموس داخلي في قلوبهم بسبب
صورة الله اللي فيهم. فإذا لم تتشوه كثيرا يبقى أصبح لما بيكذب ما بيرتاحش، لما بيزني ما بيرتاحش، بالرغم أن محدش قال له لا تكذب لا تزني. يبقى هنا قضية اللي معرفوش المسيح خالص قبل المسيح ومعرفوش لا شريعة ولا أنبياء عندهم ضمير، ولو حكموا ضميرهم وعملوا اللي في الناموس بضميرهم من غير معرفة عقلية للناموس ربنا يكافئهم على قد ضميرهم. طيب ماذا بعد المسيح؟ هل الكلام ده ينطبق على بعد المسيح؟ ربنا يسوع قال أنا هو الباب، لا يستطيع أحد أن يأتي إلى الآب إلا به، من يؤمن بابن الله له الحياة، من لا يؤمن بالابن ليست له الحياة. إذن أصبح المسيح الحق كله والطريق الوحيد للأبدية. لكن تجاوزا لو افترضنا، وهذا الافتراض يجوز ما يكونش عملي، إنسان عمره ما سمع عن المسيح، ما وصلتلوش رسالة الخلاص خالص، وعاش بضمير نقي، يمكن ينطبق عليه ما انطبق على ما قبل المسيح. لكن الأهم بالنسبة لنا احنا كمسيحيين ان احنا نوصل المسيح والحق للناس عشان نبقى احنا نورنا عليهم، لان ربنا جه نور للعالم وسابنا احنا نور للعالم. لكن دي تخلينا على الأقل ننظر لبعض غير المؤمنين باحترام، ان على قد بصيص النور اللي فيهم الضمير الطبيعي اللي جواهم ساعات يعملوا حاجات حلوة يمكن يتفوقوا حتى على المؤمنين. ده يخجلنا. ليه؟ إذا كان عندنا عطية الروح القدس احنا طفيين الروح القدس جوانا، فقد يتميز إنسان طبيعي لم يعرف الله بضميره اللي يعني من الله أحيانا يتميز في سلوك عن أولاد الكنيسة. ده مش معناه ان هو صح على طول، لا طبعا، ولو سقف له اخر في الصح اللي بيعمله، لانه ده ضمير انساني فمش هيطالبه باكثر من المعتاد. الضمير الانساني العادي مش هيقول له واحد حب عدوك، ممكن يقول له ابعد عنه، لكن الضمير المسيحي هتوصل انه يقول له حب عدوك، صلي للذين يسيئون اليك، لان ده تعليم الكتاب وصوت الروح القدس. تعبير آخر استخدمه القديس بولس في شرح موضوع الضمير، قال أقول الصدق في المسيح ولا أكذب وضميري شاهد لي بالروح القدس. تعبير جميل. هو طبعا بولس ما بيكذبش، إنما لأنه هيقول حاجة مهمة، لأنه في رومية 9 كان بيقول أنا كنت أتمنى اليهود يعرفوا المسيح حتى لو أنا معرفتوش، فقال لهم صدقوني بضمير بقول لكم كده، يعني بمنتهى الصدق وضميري شاهد علي بالروح القدس. تعبير جميل ان ضميري شاهد علي بالروح القدس. عاوز افكركم بحاجة، ربنا يسوع ما جابش كلمة ضمير في كلامه، لكن ربنا يسوع حكى حكاية وسط وعظاته لما قال ايه، مثل بسيط، قال لو كنت حصل خصام بينك وبين خصمك في السكة حيله وصالحه بسرعة قبل ما ياخدك خصمك للايه؟ للعسكري، والعسكري للقاضي، ساعتها ايه بقى؟ هتدفع اللي عليك. هذا الخصم اللي قاله المسيح في المثل انك انت تخلص بسرعه مع خصمك، هذا الخصم كتير من الاباء القديسين قالوا كان يقصد الضمير. لان الضمير واقف خصم ليا في سلوكي. لو ما صليتش ضميري مخاصمني. لو انا ما حبيتش الناس كفايه ضميري مخاصمني. لو انا ما عملتش الخير كما يجب ضميري هيخاصمني. لو انا قلت كلمه ملهاش لازمه ضميري هيخاصمني. كن مراضيا لخصمك ما دمت معه في الطريق. يبقى هنا الضمير الحلو ده المنقاد بروح الله المقدس بوصيه الله ارضيه، اسمع له، لحسن ضميرك يشهد عليك وايه ويقول لا ما سمعنيش طول حياته. في قضية جت فيها كلمة الضمير بتكرار وإلحاح في كورنثوس الأولى 10 بالذات، ودي بنسميها أزمة اللحمة. وأزمة اللحمة في الكتاب المقدس مش لأنها غالية ولا لأنها ناقصة. أزمة اللحمة دي كان ليها قصة غريبة شوية، أنه
المسيحيين الأوائل كان كتير منهم بسطاء، وكانوا عايشين في بلاد تذبح فيها الذبايح على اسم الوثن، فبعضهم ضميره حساس، ضميره متشكك، فقالوا إذا كانت اللحمة دي مذبوحة على اسم فينوس ولا جوبيتر ولا حاجة من الأوثان، لو كلتها يبقى أنا بشرك بربنا. طبعا هنا ضمير حساس زيادة، فبولس قال لهم في الأول هو في حاجة اسمها وثن ولا إله؟ ما فيش غير ربنا يسوع، كل ده تخاريف، الأكل مش هيزود، إن أكلنا لا نزيد وإن لم نأكل لا ننقص. كأنه عاوز يقول لهم إيه؟ ما تقلقوش، كله ما يهمكوش. فقالوا له بس استنى يا بولس، ده في ناس لما لقيتنا بناكل اللحمة دي قالوا يعني أنتم مؤمنين بالمسيح ومؤمنين بجوبيتر أو بفينوس أو بإله تاني، فضميرهم اتلخبط، هو أنا لما شاركت وكلت لحمة دي يبقى أنا كأني بأؤمن بالإله ده وكمان بأؤمن بالمسيح، لأن في الزمن ده كان في تعدد آلهة. ففي ناس أعثروا اتلخبطوا، فهنا بولس عدل في كلامه قال لهم بصوا كقاعدة بقول لكم اللي ياكل ياكل واللي ما ياكلش ما ياكلش، خلي ضميركم مرتاح. إنما قال لهم لو كان اللحم يعثر أخي لن آكل لحما، لو في تصرف حتى لو طبيعي حتى لو ما فيهوش غلط التصرف لكن غيري هيفهمه غلط ويعثر بزيادة التصرف ده، يبقى إذن هنا هو ما حطش قيود حرفية على موضوع الأكل والشرب، لأن احنا كمان عارفين أن ربنا يسوع بعت رؤية كده لبطرس الرسول والملاية اللي نازلة وقال له بطرس قوم اذبح وكل. في الأول بطرس كان متشكك بحكم الماضي اليهودي بتاعه، قال له لم يدخل فمي شيء نجس ما أو دنس، قال له ما قدسه الله لا تنجسه أنت. وربنا يسوع حرر الضمير من الحتة الحرفية دي لما قال ليس ما يدخل الإنسان ينجس الإنسان بل ما يخرج من الإنسان. ولما سألوه التلاميذ قال لهم طبعا اللي بيدخل ده بيطلع إلى الخارج وذلك يطهر كل الأطعمة، يعني شوية الأكل أيا كان نوعه مش هو ده اللي هينجس الإنسان، إنما من القلب تخرج الأفكار الشريرة وتخرج الزنا والقتل والعهارة والدعارة، وابتدى يحط لستة الخطايا اللي بتطلع كلها من جوه. فهنا القديس بولس الرسول تعرض للقضية دي، تعالوا ناخدها في كام آية كده نشوف ذكر الضمير فيها ازاي. في كورنثوس الأولى 10 عدد 25 يقول كل ما يباع في الملحمة كلوه غير فاحصين عن شيء من أجل الضمير. يعني كل ما تقعدش تسأل الذبح على اسم ايه ولا مش اسم ايه، لحمة وخلاص. فهنا بداية بولس قال كله وما تقلقش ضميرك، غير فاحصين من أجل الضمير، ضميرك انت ما يتوسوسش، لأن ما بتفرقش في الآخر هي أكلة وخلاص. بعد كده في عدد 27 يقول إن كان أحد من غير المؤمنين يدعوكم، هنا بقى مش هتاكل لوحدك، أنت مدعو، وتريدون أن تذهبوا كل ما يقدم لكم كلوا منه غير فاحصين من أجل الضمير. ما زال على نفس المبدأ، معزوم في حتة ما تقعدش تسأل اللحمة دي ذبحت على اسم إيه، خلاص كله خلاص من أجل ضمير نقي، ما تشككش ضميرك. طوبى لمن لا يدين نفسه فيما يستحسنه، الأكل في ذاته مش غلط. ولكن دخلنا في ولكن بقى، كل ده احنا ما زلنا في نفس الإصحاح وكل آية من دول فيها كلمة ضمير. إن قال لكم أحد هذا مذبوح لوثن، يعني وانت قاعد بتاكل معزوم جه واحد صاحب المعزوم بيقول لك معلش بس عاوز أقول لك حاجة، اللحمة دي مذبوحة على اسم الإله فلان، هو الآن ضمير الشخص الداعي ده، فلا تأكله. طب ما انت لسه بتقول لنا كله اللحمة هي اللحمة، بس في واحد رابط ان اللحمة دي مرتبطة بالوثن، ضميره هو متشكك، لو انت كلت هيبص لك بصة الله يبقى انت بتؤمن بالوثن بقى. فلا تأكله من اجل ذاك الذي اعلمكم والضمير، لان للرب الارض وملؤها،
ساعتها قال أقول الضمير ليس ضميرك أنت، ما احنا خلاص اطمننا أن ضميرك مرتاح وما بتعملش غلط، بل ضمير الآخر، يعني عشان ضميره هو موسوس، ضميره هو متشكك، ضميره هو غير ناضج غير مقدس، لسه عنده حتة ضعيفة، فاكر أنه لو دي اتذبحت على اسم وثن تبقى نجاسة وتبقى ده فكر طبعا مش بتاعنا، عندنا حرية في العهد الجديد. فقال أنا مش بقول لك ضميرك أنت، أنا عارف إن ضميرك مرتاح تاكل، لكن ضميره هو اللي شايفك بتاكل هيتشكك ويتلخبط. لا أقول لك ضميرك أنت بل ضمير الآخر. وبعدين يحط هنا سؤال بقى فلسفي بولس، يقول ولكن لماذا يحكم في حريتي من ضمير آخر؟ فاهمين السؤال؟ يعني إيه؟ طب أنا ضميري مرتاح، ما أنا أعمل اللي أنا شايفه، لا استنى، عارفين دي زي إيه؟ زي مثلا واحدة لابسة لبس كويس، ضميرها مرتاح إن اللبس ده مش وحش. بس حد نبهها إن في المكان ده والنظرات بتاعت الناس هيشوفوا اللبس مش كويس. هي ضميريا من ناحية نفسها حاسة مش عاملة حاجة زيادة. لكن نبهوها ان ضمائر الاخرين يعني مش مظبوط، عينيهم مش حلو، هيفهموها غلط. تراعي ولا ما تراعيش؟ لا لازم تراعي. حتى لو قالت بس انا ضميري مرتاح، ايوه ضميرك مرتاح بس الاخرين مش مرتاحين او يعثروا في التصرف. فهنا يحكم في حريتي من ضمير اخر. قال اه ماله اذا كان الاخر ده مات المسيح عشان، مش عاوز تأيد نفسك شوية عشانه؟ إذا كان ربنا اشتراه بدمه، أنت مستكتر إنك تيجي على نفسك شوية عشان خاطره؟ إذا في بعد آخر في حرية الضمير هو قانون المحبة. ضميري مرتاح من ناحية نفسي، بس المحبة تلزمني إن أنا أراعي عنين الناس وموقف الناس وظروف الناس وأتجنب العثر. لأن عندي وصية المحبة ودي ملهاش آخر. هتأيدني سلوكي أنا مع نفسي مرتاح له، ولكن من أجل أن الناس لا تعصر فيا تعالوا ندقق أكتر. تفكرنا بحكاية ربنا يسوع جاله بطرس يقول له عاوزيننا ندفع الجزية. قال له يا بطرس هما بياخدوا الجزية من ولاد البلد ولا من الأجانب؟ قال له من الأجانب. قال له طب ما احنا مش مفروض ندفع جزية، لكن لئلا نعثرهم يبقى ضميرنا مرتاح لو ما دفعناش. لكن شوف هيقعدوا يقولوا المسيح وتلاميذه بيتهربوا من الجزيه او يتشككوا او ياخدوها حجه ما يدفعوش، ما لقيصر لقيصر، الموضوع بسيط يا بطرس، روح ارمي السناره بتاعتك هتاخد سمكه تفتحها تلاقي قسطار ادفع عني وعنك. يبقى هنا ضميريا او حسب الحق المسيح لو المجد غير ملزم ولا بطرس بدفع الجزيه، لكن من أجل العثرة من أجل ضمير الآخرين ألزم نفسه بما لم يلزمه ضميره به، ده من أجل المحب. يبقى هنا أكتر منطقة جت في الكتاب بتثير قضية الضمير ما بين ضميري وضمير الآخرين. ضميري بيحكمني لأنه محكوم بالروح القدس وبوصية ربنا، لكن كمان ضمائر الناس تقيدني من أجل المحب. بمعنى ايه؟ براعي بحكمة السلوك عشان ما يتشككوش وما يعصروش، ورابح النفوس حكيم لكي نكسب على كل حال قوما. اختم بقى بجزء جميل يقول في تيموساوس الاولى اصحاح 1، اما غاية الوصية فهي المحبة من قلب طاهر وضمير صالح وايمان بلا رياء. يعني هدف كل الحياة الروحية، هدف الوصايا والجهاد الروحي ان الواحد يبقى عنده محبة حقيقية من ضمير صالح، بيحب بصدق. ضميرك بيحكمك وانت بتحب الناس، ما يكون لكش غرض، ما تتعبش حد، ما تجيش على حد، ما تظلمش حد، تدافع عن الناس، تستر على الناس، تخدم الناس بضمير صالح وإيمان بالأرياء. فصار الضمير الصالح غاية الوصية، يبقى كل الوصايا اللي في الكتاب تهدف إلى ضمير صالح. لو الواحد ضميره صالح خالص يعني إيه؟ مقدس بالروح القدس، لو مش حافظ الوصية هتعملها من غير ما تحفظ.
زي ما قال الكتاب أجعل نواميسي في قلوبهم، اللي هي الضمير، وأكتبها على أذهانهم. يعني يبقى ضميرك ماشي كأنه كتاب مقدس حكمك طول الوقت. يبقى الروحانية تجعل الإنسان ينقاد بضمير مقدس ينفذ كل تعاليم المسيح حتى لو مش فاكرها بالحرف. لكن هنا الروح القدس اللي مقدس ضميره يجعله دائما ينقاد بالروح في اتجاه سليم. موضوع الضمير ده مليان لسه في كلام كتير، لكن عاوز أختم بس بآية جميلة في عبرانيين 10 يقولها بولس الرسول: لنتقدم بقلب صادق في يقين الإيمان مرشوشة قلوبنا من ضمير شرير. يبقى هنا ايه؟ لما الواحد بيتناول جسد الرب ودمه، كل مادة كأن دم المسيح بيدخل ينقي ضمائرنا، فيحصل تهذيب أو تنقية للضمير أو حساسية للضمير. اللي كنت بتقبل تعمله زمان ما تقدرش تعمله دلوقتي. وكل ما تقرب من ربنا تلاقي ضميرك يزداد نقاوة، لأنه خلاص ده بقى صوت ربنا اللي جواك. فهنا بيقول مرشوشة قلوبنا من ضمير شرير ومغتسل أجسادنا بماء نقي، كان يقصد طبعا المعمودية. فبيقول احنا تعالوا نقرب من ربنا عن طريق دم المسيح اللي بنتناول منه ده، اللي بينقي القلب من الضمير الشرير ويجعل مستوى الضمير على نفس مستوى وصية ربنا طول الوقت. ربنا يدينا ضمائر صالحة. لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد، آمين.